تفتكر مين اقوى، الثلاث تسعات المصريه ولا القوات الخاصه الاسرائيليه؟ قبل ما تستعجل وتجاوب لازم نعرف ان الموضوع مش بالسهوله دي قوات خاصه، وعشان كده هنقارن الفرقتين من خلال عمليه كل فرقه قامت بيها. عمليه قامت بيها فرقه سياره متكال اقوى فرقه قوات خاصه في اسرائيل كلها في قطاع غزه، والعمليه الثانيه هي العمليه لفرقه الثلاث تسعات المصريه عملتها في ليبيا في 2015. يمكن الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي احنا عملناها لان في مصادر ومعلومات يمكن اول مره تعرف. من الاخر الحلقه دي مميزه، فشد لي كرسيك كده بقى وهدي لي النور وشاي وقهوه، لايك سبسكرايب. انا محمد خالد رواد جار انجليزي وقهوتك حصان. عشان نفهم الموضوع اكتر لازم نفهم تفاصيل كل فرقه فيهم، ونبدا فرقه سياره متكال اقوى فرقه قوات خاصه استخباراتيه اسرائيليه موجوده في الجيش الاسرائيلي كله. فرقه سياره متكال او وحده الاستطلاع للاركان العامه، ودي اقوى فرقه كوماندوز موجوده في اسرائيل، ودي تقدر تقارنها بفرقه الفا تيم اللي موجوده في امريكا او بفرقه الثلاث تسعات المصريه، عشان كده بنقارن بين الاثنين. ولكن في فرق بسيط، الفرق ان الفرقه دي متخصصه اكتر في المهام الاستخباراتيه وجمع المعلومات والتجسس. الفرقه دي اقوى فرقه استخباراتيه تقدر تشتغل خلف خطوط العدو في اسرائيل. هتقولي طب وليه اسرائيل تحتاج لفرقه استخباراتيه زي دي؟ ما الشباك والموساد موجودين، هم مش بيشتغلوا ولا ايه؟ الفكره ان اجهزه زي الشباك والموساد دول بيشتغلوا للدوله عموما مش للجيش بالتحديد، زي عندنا كده جهاز المخابرات العامه المصريه هو اللي يوازي نوعا ما الموساد في اسرائيل. اما سياره متكال تبعه للاستخبارات العسكريه، وده شبه عندنا المخابرات الحربيه كده. احتياج اسرائيل للفرقه دي خرج من احتياج الجيش الاسرائيلي لتنفيذ مهام استخباراتيه خلف خطوط العدو وجمع معلومات واستخبارات وزرع اجهزه تنصت، وده اللي خلى الضابط ارنان يقدم طلب التماس لهيئه الاركان العامه بانشاء الفرقه دي. الالتماس هو كان عباره عن انشاء فرقه قتاليه تقدر تنفذ مهام خلف خطوط العدو، مهام استخباراتيه وقتاليه، وفعلا تم الموافقه على القرار. اولويات الفرقه وقت تنفيذها هو استخدامها لتنفيذ مهام وزرع اجهزه التنصت، التجسس على شبكات الهواتف للعدو، كل ده بيحصل خارج حدود اسرائيل، وركز في النقطه دي لانها محور الحلقه النهارده. بدايه الفرقه كانت متواضعه جدا، كانت كلها اول عن اخر حوالي 20 ضابط، وده حسب مقاله هارت سايبها لك في اول مصادر تحت. الغريب هنا وانا بدور لقيت صوره عجيبه جدا. ايوه هي الصوره اللي طالعه قدامك دي، مش واخد بالك من حاجه؟ مش بتشبه على حد كده؟ لو عرفت مين الاثنين دول او عرفت حد منهم مثلا قول لي في الكومنتات، يعني فرحني كده قبل ما اقول لك. اللي على اليمين في الصوره ده وهو بنيامين نتنياهو، ايوه ده نتنياهو اللي مسك رئاسه وزراء اسرائيل اربع فترات متتاليه. الراجل ده كان فرد مهم جدا في الفرقه دي وساعد في تنفيذ عمليات كتير، مش بس هو ده كمان اخوه جوناثان اللي مات في عمليه تحرير الرهائن من الطياره المختطفه من العناصر الفلسطينيه في عنتيبي في اوغندا، والعمليه دي كانت سنه 76، ويمكن السبب ده في كره بنيامين نتنياهو للفلسطينيين عموما. اما اللي جنبه ده بقى فهو ايهود باراك، وده اللي مسك منصب رئيس وزراء اسرائيل ووزير الدفاع من سنه 99 ل 2001. لا انت مش واخد بالك من حاجه، ان قيادات اسرائيل كلها كانت افراد نخبه، وده يدل على شيء يدل ان فعلا البلد دي كانت جيش وطلع له دوله. ايهود باراك كان مهم جدا جدا لوحده سيره متكال، لانه بعد ما مسك قياده الفرقه سنه 71 اشتغل على تطويرها بشكل كبير وخلاها مش بس تنفذ مهام استخباراتيه، لا وخلاها كمان تنفذ مهام هجوميه. لان قبل التاريخ ده الفرقه تعرضت لنكستين، واحده سنه 1954 قبل نشاتها بشكل رسمي، والثانيه سنه 1960. ولكن بعدها الفرقه بدات تتعلم من اخطائها وقدرت فعلا سنه 1963 انها تنفذ مهمه في مرتفعات الجولان خلف خطوط الجيش السوري، وتحط اجهزه التنصت على اجهزه المراقبه وانظمه الاتصالات في الجيش السوري وتتصنت عليه. ولما جربوا يعملوا الموضوع ده في مصر الموضوع كان صعب عليهم، لان البيئه صحراويه مش جبليه زي موجوده في الجولان، والمنطقه بعيده عليهم جدا، فصعب الموضوع ده ويعتبروا فشل. الغريبه بقى ان الفرقه دي ما اتعرفتش للاعلام والصحافه الاسرائيليه غير في التسعينات، مسمى سياره متكال قبلها ما كانش موجود اصلا، وده يديك لمحه على مدى اهتمام الجيش الاسرائيلي بوحده الاستخبارات العسكريه دي. دلوقتي هتسال سؤال منطقي، يعني اسرائيل اللي عندها احدث جيش موجود في الشرق الاوسط كله وعندها احدث المعدات الاسرائيليه والدرونز والاقمار الصناعيه واجهزه التنصت والهاكرز، عامله فرقه مخصوص لجمع المعلومات، هو كل اللي فات ده مش مكفي ولا ايه؟ ما هي المشكله في الافلام الاجنبي اللي بوظت دماغنا دي، ما انا كنت فاكر زيك كده والله، وبتصور لنا ايه ان امريكا وحلفائها يقدروا يجيبوا اي معلومه مهما كانت وهم قاعدين بضغطه زر الموضوع كله يتحل، ولكن في الواقع الموضوع اصعب مما تتخيل، والدليل ان امريكا دايخه مع كوريا الشماليه ومش عارفه تعرف كامل التفاصيل عن برنامج الصواريخ الباليستي لكوريا الشماليه، وده باذن الله هنتكلم عليه في سلسله كوريا الشماليه، لان دي هتبقى سلسله الموضوع كبير جدا، فتاكد ان انت عامل فولو بقى. وعشان كده اسرائيل احتاجت فرقه مخصوص للنوع ده من العمليات، وهو نوع العمليات الاستخباراتيه. وخلينا نتكلم اكتر عن الفرقه قبل ما نحكي عن العمليه اللي تمت بها اسرائيل. اللي يميز فرقه متكال وهم افرادها، لان الفرد الواحد من فرقه سياره متكال بيتصرف عليه ملايين لتاهيله، لانه مش فرد كوماندوز عادي بيعمل مهام خاصه، ده تقدر تقول عليه جاسوس بس محترف، جاسوس متمرن على فك وتركيب وزراعه كل اجهزه التنصت واجهزه التشويش والتنصت على المكالمات ومهارات الاختراق الالكتروني والدفاع السيبراني. غير كده هو بيتمرن على لغه وثقافه العدو اللي رايح، بيتعلم عنه كل حاجه، اللكنات، الثقافات، الرموز الدينيه، الامثال الشعبيه، حتى النكت والرموز الوطنيه، كل ده بيتعلمه. بعيد عن كل ده بيحتاج فلوس كتير جدا، ولكن العامل الحاسم واللي بيفرق معاهم قوي وهو التوقيت. تاهيل الافراد دي بياخد سنين كتير جدا عشان تطلع كفاءات فعلا قادره تتعايش مع المجتمع وتعمل كل اللي احنا قلناه ده. وافتكر اللي احنا قلناه في حلقه القوات الخاصه قبل كده، ان من كتر ما الفرق دي مصروف عليها وقت ومجهود، استخدامك للقوات الخاصه بيكون في اضيق الحدود. من الاخر الفرد من النخبه دي ما يتعوضش، والغلطه بفوره زي ما احنا هنشوف دلوقتي وهنحكي. من حوالي سنه اخرجت قناه الجزيره فيلم وثائقي بعنوان 40 دقيقه. الفيلم كان
كان توثيق لعمليه قامت بيها وحده سياده متكال في قلب قطاع غزه في 2018. بس معلش يا محمد انا ما بصدقش الجزيره. بص، اولا واخيرا هي دي حريه شخصيه، ولكن انا استدلت بيها لسببين بس. الاول ان نفس القصه دي اتكلمت عليها مقالات تانية اسرائيليه وصهيونيه، هتلاقيها برده في المقالات دي تحت. والتاني ان الجزيره جابت الجزء التاني من القصه، الجزء اللي بيتكلم منه حركه حماس وكتاب القسام، وبتحكي شهادات الناس اللي وقعت عليها الحادثه من افراد كتاب القسام واشتبكوا مع الفرقه كمان. يوم 12 نوفمبر 2018 كشف الجيش الاسرائيلي عن جنازه عسكريه لواحد من الضباط المهمين جدا في الجيش الاسرائيلي، وكان برتبه نقيب. الجنازه دي كانت مهمه لدرجه ان مفيش واحد من اللي شاركوا في الجنازه دي وشه كان باين، كلهم بلور على وشهم. واعلن الجيش الاسرائيلي ان الضابط ده توفى في عمليه كانت بتتم في قطاع غزه امبارح، وما ادوش اي تفاصيل عن كده لان الموضوع كان سري جدا وبيحاولوا يتكتموا عليه. وده كله حصل في قبلها بيوم في خان يونس في غزه. مبدئيا كده لازم تعرف ان العمليه دي كان بيشرف عليها ثلاثة: رئيس الاركان الاسرائيلي اذناك ايزنكوت، رئيس المخابرات العسكريه تامير هيمان، ورئيس جهاز الامن نداف اسفغان. اسامي منيله بنيله الصراحه. الثلاث قيادات دول كانوا اكبر ثلاث قيادات موجودين في الجيش الاسرائيلي كله. تخيل الثلاثه دول بقى هم اللي كانوا بيشرفوا على العمليه وكل حاجه فيها ومتابعينها لحظه بلحظه، وده يقول لك مدى اهميه العمليه دي للجيش الاسرائيلي. يوم 11 نوفمبر 2018 اخترقت 10 من عناصر المتكال جوه عربيه او باص قطاع غزه، وبدأوا يتنقلوا في اكتر من منطقه بيجمعوا بيانات. بعدها بساعتين اتنين بس يتم الاشتباه فيهم من قيادي اسمه نور بركه، ويقرر انه يوقفهم ويبعت واحد من رجالته عشان يتقصى الحقيقة ويتكلم معاهم شويه. بيحكي الشخص ده لما جه يكلم واحد فيهم رد عليهم عادي بلكنه عاديه جدا ما فيهاش اي مشكله، وقال لهم ان احنا رايحين مشوار جنبكم. فلما رجع للقائد بتاعه القائد حس ان في مشكله وقرر ان هو يمشي وراهم بالعربيه وبلغ الامن العسكري ان هو وقفهم. وفعلا الامن العسكري وقفهم وبداوا يسالوهم رايحين فين جايين منين، لان شكلهم مش من اهل المنطقه، شكلهم غريب وتحركاتهم اغرب. وهنا بدا يبان على الفرقه توتر شديد. توتر يا جماعه، انتوا قوات خاصه، انتوا بتتوتروا ازاي اصلا؟ الخوف ده بقى خلى عناصر المقاومه تشك اكتر فيهم، يعني انتوا خايفين ليه، في ايه؟ وقرروا يسحبوهم ويحققوا مع كل واحد لوحده، والموضوع ده خد حوالي 40 دقيقه. ومن بعدها قرروا ان هم ياخدوهم يعملوا معاهم تحقيق موسع في مكان تاني. ومن بعدها الزقر زعق اكتر وقعدوا يقولوا انتوا بتاخدونا ليه، ايه اللي بيحصل، لحد ما واحد من الفرقه طلع مسدس كتم صوت وضرب قائد الفرقه وهو نور بركه. على الناحيه الثانيه واحد من رجاله المقاومه قام طلع مسدسه وضرب قائد الفرقه جت في قلبه موتته. بدا تبادل النيران بين الفرقتين، اتصاب منها واحد من الفرقه من الفرقه الاسرائيليه. الفرقه كانت بتحاول جثه القائد وتهرب باي شكل، ولكن كان الامن العسكري وراهم بيطاردهم. وطبعا مين معاهم على الخط؟ القياده الاسرائيليه، اللي فورا بعت الطيارات هليكوبتر تضرب المنطقه وتعمل دايره من النيران حوالين الفرقه. ولكن برضو كتائب القسام كانت وراهم وبتطاردهم وخلت طيارات كتير تتحيد عن مسارها، ولكن كان في طياره منهم نزلت واخدت الفرقه وخلعت. وطبعا اكبر خسران هنا كان اسرائيل، لان مش بس واحد من قيادتها اللي ما يتعوضش مات والتاني اتصاب، وفي 10 من عناصر الفرقه دي اتعرف للمقاومه وبقى معروف شكله من البطاقات اللي هم كانوا معاهم. وبالمناسبه البطاقات دي كانت لاشخاص حقيقيين موجودين في برضو في قطاع غزه ومن عيله واحده وعندهم نفس الباص، يعني الموضوع كان صعب جدا. ولكن الخساره الحقيقيه بجد هي الكنز اللي سابته ورا الفرقه دي وهربت، هي شفرات ومعدات عسكريه واكياس عسكريه واجهزه التنصت. اي نعم طيارات الهليكوبتر حاولت تدمر جزء منها ولكن فشلت، والحاجات دي وقعت في ايد المقاومه برضو اللي استفادت منها كتير بعد كده. العمليه دي هزت كيان الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه كلها. ازاي فرد من القوات الخاصه اللي هي سيره متكال اقوى حاجه عندنا يموت والتاني يتصاب؟ الفرقه دي ما بتموتش يا جماعه، ويموت على ايد مين؟ على واحد من المقاومه الفلسطينيه. وحسن مجله تايم اوف اسرائيل المقاله برضو هسيبها لك تحت، ان رئيس شعبه العمليات الخاصه في الاستخبارات العسكريه قدم استقالته هو وضباط تانيين. الدنيا كانت مقلوبه جوه الجيش الاسرائيلي. طب محمد سؤال بسيط بس كده، هو القلق ده كله على ايه؟ ضرب نار واقوى فرقه استخبارات وهليكوبتر ومعدات، الناس دي كانت رايحه تعمل ايه؟ الهدف من العمليه حسب التقرير اللي عملته المقاومه من المعدات اللي هي كانت معاهم، يعني ان الفرقه دي كانت جايه مستهدفه حاجه واحده بس، شبكه اتصالات المقاومه. المقاومه الفلسطينيه معتمده بشكل كلي على شبكه الكابلات والاتصالات اللي خاصه بيها، وهي كابلات معزوله تماما عن اي وصل خارجيه منها والها بس، مزوده بوحده الكترونيه بتراقب اي تحرك او اختراق لجوه الشبكه دي. الموضوع كان بالنسبه للمقاومه الفلسطينيه شبه مستحيل، وكان صعب جدا، يمكن حتى اصعب من برنامج الصواريخ اللي كانوا بيعملوه. واللي اشرف على الشبكه دي وتركيبها ميدانيا ودعمها ومراقبتها هي نواه سلاح الاشاره في كتاب القسام، السلاح ده اللي هيبقى بعدين اقوى سلاح موجود واكثرها سريه في المقاومه الفلسطينيه كلها. الجهاز ده هو اللي بيدير حرفيا كل تحركات المقاومه ومكالماتها، مكالمات ما بين القيادات وبعضها، الاتصالات ما بين افراد القيادات، المكالمات ما بين القيادات وبعضها، التحركات، العمليات، كل ده بيتم من الشبكه دي. والموضوع صعب جدا على اسرائيل لان كل ده بيتم تحت الارض بعيد عن عيون اي حد ومعزوله من اي حاجه. اسرائيل حاولت كذا مره تدمر الشبكه دي ولكن ما عرفتش، وحاولت تخترقها برضه ما عرفتش، وحاولت حتى تهد الانفاق برضه ما عرفتش. انا محمد شفتهم بيضربوا انفاق كتير اخر مره في ايام الشيخ جراح، ما طلعت الجزيره بعدها بفيديو مدته دقيقه دقيقه ونص تطلع لك ان الانفاق دي ما حصلهاش اي حاجه، ومقاومه فلسطينيه بتقول احنا ما تاثرناش تقريبا. شبكه الانفاق دي هي تحدي كبير جدا بالنسبه لاسرائيل لدرجه ان هي بقت تسميها مترو غزه. ضيف على كده ان المقاومه مع السلاح والذخيره ومصانع الصواريخ وبطاريات الصواريخ اللي بتتضرب من تحت الارض، ده غير بقى شبكه الاتصالات القويه اللي بتربط ده ببعضه. الموضوع صعب جدا على اسرائيل
وكلفها كتير جدا لحد الوقت، لدرجة ان اسرائيل مش عارفة تخترق شبكات اللاسلكي بين الافراد المقاومة بعضها. يا جدع انت بتقول ايه؟ بقى طيارات الاواكس والدرونز مش عارفة تعمل كل ده؟ والله يا صاحبي المحللين بيقولوا كلمة حلوة قوي، مادام اسرائيل بعتت 10 من الفرقة دي بالذات فهم عارفين ومتأكدين ان هم مش هيعرفوا يوصلوا المعلومات دي غير بالطريقة دي، وبرضه تكلفوا كتير. ودي واحدة من فضائح الاستخبارات العسكرية. ده احنا كده ما اتكلمناش عن الموساد، لان الموساد حرفيا ليه فضائح كتير جدا، لدرجة ان المحللين العسكريين الغربيين مسحين بكرامة الارض في ملفات هنتكلم عليها قدام باذن الله. نسيبنا بقى من سيرة متكال وغزة ونروح لثلاث تسعات المصرية ومسرح العمليات ليبيا، والعملية اللي عملتها هناك في 2015. الفرقة ثلاث تسعات قتال هي اقوى فرقة في سلاح الصاعقة اللي موجودة في الجيش المصري عموما، ومختصة بالمهام خارج حدود الدولة، مهام مكافحة الارهاب الدولي، تحرير الرهائن، اي مهمة تطلبها الدولة خارج حدودها. مش بتاخد اوامرها غير من اثنين بس، وزير الدفاع ورئيس الجمهورية، يعني القائد العام والقائد الاعلى للقوات المسلحة بس. وطبعا اغلب المعلومات عن الفرقة دي بالذات سرية جدا جدا ومش معروفة، لا معروفة مهمتها ولا معروف عددها، يا دوب مهمتين بس اللي تم الاعلان عنهم، ودول اللي هنتكلم عليهم النهارده. وقبل ما اكلمك عن تفاصيل العملية لازم تعرف تفاصيل مسرح العمليات نفسها ليبيا، لان ليبيا قبل 2011 حاجة وبعد 2011 حاجة تانية خالص. بعد مقتل القذافي ووقوع الجيش الليبي كله وانهياره، السلاح اللي كان مع الجيش الليبي كله وقع في ايد الافراد، وده اللي شكل كارثة كبيرة لانه خلق الميليشيات. الميليشيات دي هي جماعات مسلحة بتأدي غرض معين ليها او لفرقة تانية او لحد تاني دفع لها فلوس. وصل عددهم من بعد 2015 لحوالي 1600 ميليشيا، 1600 جماعة بيقطعوا في بعض. الموضوع فوضى لا توصف، وهي ليبيا كلها على بعضها اصلا 6 مليون، يعني انتوا كل 2 و 3 عاملين ميليشيا. والميليشيات دي انواع، في ميليشيات دينية تابعة مثلا لتنظيم القاعدة والدواعش، وميليشيات تانية مبنية على اصل عرقي زي ميليشيات الامازيغ، وفي ميليشيات تانية ميليشيات اجرامية غرضها بيع السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر وحتى الاثار والتهريب. الموضوع كان فوضى لدرجة ان السفير الامريكي في بنغازي اتقتل ومعاه 3 من المساعدين بتوعه الدبلوماسيين الامريكان، والكلام ده حصل في 2012. ونحب نوضح ان الكلام ده حصل زمان، دلوقتي الموضوع احسن شويه، ولكن في حاجه مختلفه، ان الميليشيات حاجه والتدخل الاجنبي كان حاجه تانية خالص. ليبيا فيها قوات اجنبيه كتير، ولكن اكتر 3 قوات موجوده هناك وهي تركيا، روسيا، الامارات، وكل واحده فيها ليها طريقتها. لان مثلا الامارات بتدعم الجيش الوطني الليبي، وده كان عباره عن ميليشيات كتير اتجمعت مع بعضها وعملت جيش كبير يقوده خليفه حفظ، لان مصلحتها معاه. على الناحيه الثانيه روسيا قررت انها تعمل حاجه مختلفه، وانها تبعت ميليشيات فاجنر، ودي مش ميليشيات زي اللي احنا اتكلمنا عليها، لا دي نخبه من القوات الخاصه الغير رسميه، دوله مرتزقه تابعين لشركه فاجنر للخدمات الامنيه. الشركه دي تعتبر في الشنك غطاء بس للي بيعمله بوتين بالفرقه دي، لان الفرقه دي مش رسميه وغير تابعه للجيش الروسي بصفه رسميه. الفرقه دي كان موجود منها حوالي 1000 فرد بيدعموا خليفه حفتر وجنوده وبيدربوهم وبيدوهم السلاح. اما تركيا فسابت الشرق الليبي واختارت انها تروح للغرب الليبي عند حكومه فايز السراج المنتهيه الصلاحيات، لانها توفر لها مصالح في منطقه البحر المتوسط اللي هي مش عارفه تخش. ده غير طبعا الدواعش اللي كانوا مسيطرين بشكل كبير جدا من بعد 2012 ولحد 2015 و2016. والموضوع كله بدا مع الفيديو اللي كان اتنشر لل21 مسيحي مصري اللي بيتذبحوا على ايد دواعش. الموضوع كان اهانه لكل المصريين، وده اللي خلى الجيش المصري يشتغل على طريقين. الطريق الاول هو الطيران اللي خش يدق معسكرات معينه للدواعش. على الناحيه الثانيه قوات الثلاث تسعات قتال نزلت معسكر ابو كريم الوهداني، وده اكبر قيادي للدواعش في شمال سيناء كله، وده اكبر قيادي داعشي في شمال افريقيا كله. الفرقه تم انزالها بطيارات هليكوبتر من نوع SH-74، ودخلت الفرقه واشتبكت مع المعسكر بالكامل، وصفت منهم حوالي 150 واحتجزت منهم 43 فرد. الغريب هنا واللي يجنن فعلا ان افراد الفرقه دي كان وقتها حوالي 30 فرد بس، 30 فرد قصاد 200 موجودين في ارضهم واسلحتهم وعددهم كله، ومع ذلك فنشوا وما وقعش منهم فرد واحد، وخدوا الرهائن ورجعوا على مصر عادي جدا ولا اكن في اي مشكله. على الناحيه الثانيه الفرقه من كتر رعبهم شككوا عناصر المقاومه فيهم واشتبكوا معاهم وخسروا، وقائد الفرقه مات والنائب بتاعه اتصيب وكانت فضيحه ولما اخدوه، ده غير الكنز الاستراتيجي اللي وقع في ايد المقاومه. طبعا احنا مش محتاجين نقارن القوات الخاصه المصريه باي قوات ثانيه، هي مش مطلوب منها مقارنه، هي مطلوب منها انها تنفذ مهمتها وبس. غرض الفيديو مش مدح في الجيش المصري على قد ما هو تفصيل وتوضيح للجانب الاسرائيلي، لان هو خد جزء كبير من الحلقه اصلا، لان احنا عارفين كتير عن الجيش المصري وحاجته، لازم نعرف اكتر عن الباقي. لان الاوروبيين والصهاينه دايما رسمين علينا ان هم جامدين زحليقه ولا يفرق معاهم حاجه، واقسم بالله ليهم كميه فضايح، وخصوصا الصهاينه، وهنتكلم عليها قدام باذن الله. فتاكد ان انت عامل فولو وبلف شويه في القناه كده هتلاقي حاجات تعجبك يعني. سلام.